ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. صعق العديد من زبناء القرض العقاري والسياحي سياش اليوم الجمعة باقتطاعات غير مبررة من حسابات مجموعة من الزبناء من ذوي الحسابات الكبيرة والصغيرة، بعدما حاول بعضهم مطالعة حسابه على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية. الاقتطاعات غير المبررة والتي اشتبه الزبناء في كونها اختلاسات أو أخطاء تقنية سرعان ما خرج البنك ببلاغ يوضح حيثيات هذه الواقعة. القرض العقاري والسياحي في بلاغ رسمي له مساء اليوم الجمعة أكد أن ما وقع ليس بثغرة معلوماتية، وإنما بعملية اختلاس بيانات بطاقات بنكية في مجموعة من الدول، وسيتم فتح تحقيقات معمقة فيها سواء من مركز النقديات والأجهزة الأمنية. وأبرز البنك أنه سيعوض المشتكين الذين تبت أنهم كانوا ضحية اقتطاعات غير قانونية في حساباتهم المصرفية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.